بسم الله الرحمن الرحيم. سر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. يا بعين سنغا ومرخبة سمني قربي سبحانه وتعالى وكلنا هذا الرجل ذين غوي قوان غيا بعين ذين غوي جندي بعين ذين غوي عذونا بعين. ربي سبحانه جل في علاه يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ابن المخمغة يوضع 40 سنة من يخسن ذي قسي ضربي ما ذي رح هذا ذي شضح ما ذي رح هذا ذي كسيده مغنو زيت موبين ما ذي رح هذا ذي يعروق تمود ومو ما عذي كارز ديواني تغذي السعدور وقت الصلاة ما عذي كارز ديواني ذي عصر بجهار النهارة ما عذي كارز دي ثاني تغذي أتوث بأوامر الله وأوامر رسول الله عرض الحائط حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة غاك 40 سنة نغاري 40 سنة نغقوغ 40 سنة نغعذوغ 40 سنة وأغلبية الأمة قد ذابعين نفعذو يابعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي زيد وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه. أخي الحبيب أختاه إذا كنت في طريقك إلى 40 اغتنم هذا الوقت فإنه لا يعود وإن كنت في 40 فاعمل مثل ما قال الله عز وجل أن أعمل صالحا ترضاه وإن كنت قد تجاوزت 40 فإلى أين عبد الله من يهجوذ من يهجوذ نشق برنوم من